معرفش ليه حاسس النهارده انك طالع محمد رمضان وهو صغير. صح؟ يعني اوبا، لا يبقى انا جيت صح. اوه احكي بقى، اقول انا هسيبك انت تقول. احكي في ايه بقى بالظبط؟ دورك ايه النهارده؟ اخو رمضان. محمد رمضان. بس لازم بقى، بس في شبه كده برضه. طيب اكتر حاجه بقى حبيتها في محمد رمضان وفي التعامل معاه ايه؟ هو الصراحة شخصية محترمة جدا جدا، وانا بحبه جدا برضو. هو متواضع ويعني فعلا ما فيش غلطة فيه، بس يعني انا بحبه جدا، وقبل كده كنت مثلت معاه فاحنا عارفين بعض وكده يعني، فهزرنا في كواليس ومش عارفة ايه. حلو. نسيتوا مع بعض ايه قبل كده؟ كان مسلسل مشوار في فيلم في رمضان اللي فات. صح. طيب ايه احلى هدية جات لك من محمد رمضان؟ احلى هدية؟ اه لا تقريبا لا ما جابليش تقريبا. حلو حلو. طيب ايه احلى موقف مع محمد رمضان؟ يوم هزار جامد بقى او ايه اللي حصل؟ اه والصراحة كانت كل الايام هزار ولعب، ما كانش في يوم كده ويوم كده، كل الايام كانت يعني حلو. ركبت موتوسيكلات معاه وشقاوه وكده ولا؟ اه ركبت. ما خفتش؟ لا بالعكس، انا بحب الحاجات دي جدا. يا نهار ابيض. اسرع مره ساق فيها كانت كام كيلو؟ ركزت في ده ولا كان بيسوق بالراحه برضه عشان خايف عليك؟ لا كان الموتوسيكل تقريبا كان سبعينات ثمانينات كده. اه ده حلو، سرعه معقوله. انت ما جربتش انت تسوق بقى؟ لا بسوق بيتش باجي مش عارفه ايه كده. اه الموتوسيكل صعب خالص. اه لو عليا عايز اسوق والله يعني. عايز تتهور انت من سنه. طيب نورتني يا جميل، ان شاء الله تكسر الدنيا مع محمد رمضان ان شاء الله. خليك سامع. حالك طيب؟